تخافيني هلأ؟ لا، هالخوف ماله لزوم. هلأ أنت صرتي تحت حماية السلطانة هيام، وأنت ما إلك ذنب بالموضوع. يعني شو رح يختلف إذا ربيتيها هون أو هنيك؟ شو اسمها؟ قدر. قدر، والله قدر هالبنت رح يكون مو منيح أبدا. جيهان كير حابب وجودك معه كتير. لولا لمسة ايديك يا فيروزة ما خف وجعه. طلبي مني شو ما بدك. كل روح بتنبض بقلبك هي روحي يا مولاي السلطان. جاريتك الضعيفة شو بدها غير انها تكون جنب حضرتك؟ شو بدي اكتر من هيك؟ ادخل. مولاي، اجت السلطانة مريم. خليها تجي. بابا. فوتي يا مريم، تعالي. أهلا وسهلا سلطانة. من شوي رح تشوفه لجيهانجير، قالوا لي إنه هو عندك. فوتي عادي. عذرني، تأخر الوقت وجيهانجير لازم ينام، وإذا بتسمح لي حابة إني أخده. تعال حبيبي. تصبح على خير جيهانجير. أنا بشوف يا سلطانة هيام نجيب الحكيمة. ما له لزوم، بعد شوي برتاح. عفيفة خانم، أنا مديونة لإلك بروحي. أستغفر الله يا سلطانة. بلى، هديك الليلة لولاكي أنت كنت موتت حالي. فيني اقبلها يا سلطانة، لأنه أنا ما سويت غير واجبي. معقولة ترفضي هدية السلطانة؟ الله يديمك يا سلطانة هيام. سلطانة، جيهانجير. أمي، كنتوا مع بعضكم؟ رحت لشوف السلطان وجيهانجير كان هنيك. نازلي خدي للأمير على تخته. فيروزة كانت عنده مو هيك؟ لا، ما كانت موجودة، السلطان كان لحاله. سلطانة، باشا.
إبراهيم باشا، شو بدك مني بآخر هالليل؟ سلطانة وين بنتي؟ بعرف إنه لساتها عايشة. إيه مزبوط، هي لساتها عايشة وما شاء الله عليها كتير حلوة، ومتأكدة إنك رح تحبها لأنها بتشبه أمها. وين موجودة هلأ؟ بمكان بس أنا اللي بعرفه. لا تخاف، هنن كتير عم يهتموا فيها. ويام وين بنتي؟ بنتي بدي إياها. أكيد رح أعطيك إياها، بس إيه شبكي؟ خلصيني قولي سلطانة. فيروزة. سلطانة مريم لسه لهلأ ما عم تحكي معي وما عم تسمح لي زورها، بس أنا بحبها يا مولاي وبحب شوفها. مولاي شو الذنب اللي ارتكبته أنا؟ ليش رافضين وجودي؟ حضرتك سلطان العالم وكل مرة بالحرم لك ملكك وعايشة مشان سعادتك يا مولاي، وأنا وحدة من هالحرم لك. أملي الوحيد بإني جيب لك ولد. ما دار سي سهر دار راهي ميخانين هادين، محسول دعاء دار راهي جانانين هادين، دار خير مني ساد زاهده اوغل زناد اوتاش، این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم. بدي فيروزة تروح من هالقصر بأسرع وقت، بدي تبعدها بحيث إنه ما ترجع لهون أبدا يا باشا، وقتها بوعدك إنه تحصل على بنتك. شلون بتساوي هيك أنت؟ كيف بتستخدمي طفلة بريئة بهيك لعبة؟ السلطانة خديجة هي اللي جابت فيروزة لهون لحتى تقهرني، وأنت بدورك كمان عم تحميها لهالمرة، فبنصحك أنت وياها روحوا انشغلوا بمشاكلكم أحسن ما تنشغلوا بحريم الجناح الخاص لمولاي السلطان. سلطانة نفذ يلي عم بطلبه. فيروزة بدها تروح، شوف لك شي طريقة. هناك العديد من الأسرار لا نعلم بها. هناك العديد من الجنات والقتلة لا نعلم بهم. من سيعرضون عن هذا سيتأذون. سوف يأتي الوقت الذي نعلم به بكل هذه الأسرار. يستطيع الإنسان أن يجعل من السر معجزة، لقد أخفيت هذا السر في قلبك
لقد أخفيته عني، كان يكفي أن تطلعيني عليه بكل بساطة. لماذا؟ لماذا فعلت ذلك يا خديجة؟ متى أعرضت عنك؟ عندما نعلم أن السر ليس سرا، يصبح كل شيء واضح. يقولون أن عين الشمس لا تستطيع أن تحجبها بكف يدك، لا داعي أبداً لأن تهرب من الحقيقة لأنها مثل الشمس، ومن الصعب جداً أن تحجبها بخداعك. ليتك لم تفعلي ذلك يا سلطانة، ليتك لم تخفي علي هذه الحقيقة. يا ترى مين اللي جاي لعنا من الصبح؟ والله ما بعرف. هي هيلينا، هيلينا. أخيراً إجيتي، فكرت بحياتي ما رح شوفك مرة تانية. اشتقت لك هيلينا، لو تعرفي قديش اشتقت لك يا روح. وأنا كمان اشتقنا لك يا أحلى بنت بالعالم. بابا هاد الأمير؟ هيلينا، سمو الأمير مصطفى. وهالورقة كمان يا سلطانة. شو هالورقة؟ رح نوزع معاشات الجواري اليوم. طيب. سلطانة. فاطمة، أنا شو طلبت منك؟ متفقنا تضلي جوات غرفتك؟ الأمير طلع من الصبح يا سلطانة. الأمير ما حياخد الإذن منك. سلطانة، الأمير طلع هو وهيلينا. وكمان قالوا لي إنه رايح منشان يزور أهله لهالبنت، وهالشي ما صار من قبل. شكرا. صحة وعافية يا سمو الأمير. لو كنا عرفانين كنا جهزنا لكم شي أحسن يا أمير. تسلموا، إن شاء الله ما عم تواجهكم أي مشكلة. بفضلك ما عنا أي مشكلة منوب. سمو الأمير، كنت حابب أسألك عن موعد كتب الكتاب. فينا نعرف هالشي إمتى يا سمو الأمير؟ يا عليكي يا أختي على هالحظ ما أحلى. لكن طلع الأمير. كنتي مفكرة رايحة على جهنم، بس طلعتي رايحة على الجنة. شو هالحظ تبعك؟
أواعي جديدة ومجوهرات. يلا حكي لي كيف صار هيك؟ آخ لو تعرفي قديش في شغلات بدي أحكي لك إياها. احكي يا ليش ساكتة لكان؟ كيف القصر؟ عم يقولوا مزين من جواته بالذهب مزبوط؟ يلا أحكي. المفروض تكتبوا كتابكم يا أمير، بتعرف ما منريد ننحرج قدام أهل الضيعة. أنت ما يهمك أنيس أفندي، ما رح نحرجكم قدام حدا. طمنوني عباس أغا، عم يزعجكم؟ يعني أحياناً بحاول، لما أشوفه بالسوق بيحكي شوية كلام، بس أنا بطنشه، لك الله يأخده. هوري جيهان مبارح كانت تعبانة، فحبيت إنه تنام جنبي. أنت منيح يا إبراهيم؟ منيح. أنت إمتى إجيت؟ طولت. وين كنت؟ إبراهيم بخاف عليك لما تطول. رحت مباري على مقبرة السلطان أيوب. ليش انت شو اخذك لهنيك؟ انت مو امرتي يقبروا بنتي هنيك؟ ايه انا. لقيت القبر ومكتوب عليه بنت الست فريال، فامرتهم انه يفتحوه. لقيته فاضي. بنتي عايشة مو هيك؟ إبراهيم شو عم تقول؟ لا تكذبي علي سلطانة. حاجتك كذب وقوليلي وين البنت؟ سلطانة، هل زواج؟ هالزواج رح يصير مثل ما قالت السلطانة، رح تتزوج فريال. طبعا حضرتك بتعرف الأصول يا سلطانة، بس هذا الموضوع له علاقة بكرامتي الشخصية. كل اللي بالقصر بيعرفوا علاقة إبراهيم باشا مع فريال خانم. الناس شو بدهم يقولوا عني؟ يقولوا شو ما بدهم، بيجي وقت بيسكتوا فيه. عم يقولوا إنه بنتها مو ميتة. حكيت أنا والباشا، قلت له فيروزة مقابل بنته، إذا مو اليوم بكرة رح ينحني قدامي. أكيد إبراهيم باشا رح يدور عليها وبيجوز إنه يلاقيها. لا تختبر ذكائي يا أغا، أنا مخبيتها بمكان ما بيخطر على باله. بالحرم لك. قلي في شي خبر عن الأمير مصطفى؟ لا لسه يا سلطانة، أنا لازم أعرف كل خطواته، لأنه صار لازم أتخلص منه. هالشي مستحيل بوجود الباشا إبراهيم يا سلطانة. إذا الأمير هو البحيرة، فالباشا هو النار يلي بيصب فيه. ما فينا نجفف البحيرة بدون ما نقطع النار. كيف عرفت؟ أكيد ما خطر على بالك تروح وتنكش القبر فجأة. هلأ شو له أهمية هذا السؤال؟ ليش؟ كيف قدرتي تساوي هيك يا خديجة؟ كيف قدرتي تخبي هالشي عني طول هالوقت؟ بالنهاية اللي خبيتيها هي بنتي، وهي جزء من روحي ومن دمي. هو كان لازم أخذ هديك الروح بس ما قدرت. أنت خنتني
وما إلك الحق لتجي وتحاسبني على شيء. أنا المسؤول عن كل شيء صار والذنب ذنبي. شلون بتحملي هالشيء لبنت صغيرة وبريئة؟ فاهميني كيف ضميرك طوعك؟ يعني شو كان بدك مني يا إبراهيم؟ جيبها على القصر وخلي فريال كمان تجي لعندي ونعيش كلياتنا هون مبسوطين؟ مو هيك بدك؟ اوعك تحاول تتهمني بشي. عملتك بضمير ولفريال كمان، ولولاي بنتك ما كانت عايشة لليوم. أنا ما أسأت إلا أبدا، أويتها ببيت وخليتهم يربوها بأفضل طريقة، أمنت إلا كل اللي بتطلبه. ومشان تكون مطمن أكتر رح أقلك وين بتلاقيها. قريبا رح نستقبل عدد كبير من الضيوف ورح استضيفهم هون بجناحي، ولهيك بدي اياكم تبلشوا فورا بالتجهيزات. مين رح يجي يا سلطانة؟ كل نسوان الشخصيات المهمة بالدولة مدعوين لعنا على الحرم لك. سمبل آغا بيعطيكم كل المعلومات وبالتفصيل. ليش عم نلاقي يا سلطانة؟ بس نكون بحاجته فجأة بيختفي من هون. رح تعزمي السلطانة خديجة كمان؟ لا، ما بدي غير بنتي مريم تكون جنبي بهيك يوم. لكن أنا رح روح وبلش بالتجهيز فورا. نزار آغا انتبه، ما بدي أي خطأ بنوب خصوصا بقائمة الأكل. لا تاكلي هم سلطانة، كل شي رح يكون مثل ما بدكن وأكثر. سامحيني على فضولي يا سلطانة ويام، بس شو السبب وراء العزومة؟ إذا الله راد وساعدني حابة ساوي وقف لكل الفقراء والمحتاجين. الله يكرمك ويزيدك من نعيمه يا رب. آمين آمين. لتكوني أنت اللي قلتي له. معقولة يا سلطانة؟ ليش أنا إمتى حكيت لحدا عن أسرارك؟ وقت اللي سألني عن القبر كنت مجبورة أني قله ولا كان رح يشك؟ شو بيعرفني بده يروح ينكش القبر؟ الغريب أنه كيف خطر هالموضوع على باله فجأة؟ والله ما بعرف، بالنهاية صار عنده علم وهلأ لازم نفكر بشو بده يصير. مستحيل خليه يجيبها لهون، صعب إنه أتقبلها. الباشا ما رح يجيبها، أكيد بيلاقي لها مكان تاني، وهالشي معناته حياة تانية منفصلة عنك وعن عيلتك. فيكي تتحملي هالشي؟ أنت هلأ شو عم تحاولي تقولي؟ بدك جيبها على القصر بهي السهولة؟ فكري بكل الاحتمالات اللي ممكن تصير يا سلطانة. ادخل باشا. ايه، دوروا بالمكان يلي السلطانة خديجة دلتنا عليه وما لقوا لأثر. سألتوا عنا؟ والله سألنا كل الناس بس كلياتهم نكروا. بتكون هويام هددتهم مشان ما يحكوا شي. السلطانة هويام عندها كتير أملاك، دوروا فيهم كلهم. لا تاكل هم يا باشا، أمرتهم يدوروا فيهم. فضل. حضرة إبراهيم باشا، هل حضرتك طالب تشوفني؟ وين؟ عفوا يا باشا، بس حضرتك شو بتقصد؟ انت والسلطانة تبعك خاطفين بنت الوزير الأعظم ومخبينها، مو هيك؟ شوف، إذا حابب إنه هالراس اللي على جسمك يضل بمكانه يا سنبول، بتقلي كل شي بتعرفه. وينها بنتي؟ بنت حضرتكم؟ والله أنا ما بعرف شي نهائياً عن هذا الموضوع. ولك كيف بدك شغلة تتمسخر علي يا واطي؟ أنا ما قصدي يا باشا أني أتمسخر على حضرتكم. يلا قول لك وين مخبينا لبنتي؟ دخيلك يا باشا، والله أنا ما دخلني بشي. إبراهيم باشا،
سنبول فيك تروح. نصوح ما قلت لك هذاك اليوم إذا بتبعد فيروزة عن طريقي وقتها بتاخد بنتك؟ حضرة الأمير محمد، كلارا. حضرة الأمير، خليهم يجيبوا لنا الأكل لهون. حاضر جناب الأمير. أول ما عيوني شافوا عيونك نأثروا بجمالهم. أنت أثرتيني بجمال وشك وريحتك. عيونك الحلوين خلوني أعيش بحالة من الجنون. وأنت كمان يا أمير ملكت قلبي من أول لحظة، حتى أني كنت دائماً أتحايل ليبعتوني لعندك حتى أقدر شوفك وأبقى جنبك. خليني جنبك يا أمير. زمرد آغا، مريني فيروزة خانم. خير، لوين رايح بهالليل؟ بدي روح لعند السلطانة مريم، حضرتها طالبتني. وشو اللي بإيدك؟ ما بقدر سليم، لازم تستنى شوي. لشو استنى أكتر؟ أنت مو عدتيني تحكي مع السلطانة؟ إذا كنتي ما بدك تساعدينا خلينا نقول لمحمد. لكن ليش إجيتوا لعندي؟ روحوا حكوا. أنا إمتى ما بدي خليهم يخصصوا لكم جناحين لإلكم، بس مو هلأ، لأنه ما عم تسمعوا الكلام وتتقاتلوا على طول. إذا انفصلنا ما منتقاتل. ايه والله مليت منه طول النهار بخلقتي. سليم، بيزيد على جناحكم. بس يا انا شو حكيت؟ حضرة الأمراء، فيروزة شو اللي جابك لعندي؟ طلعي لبرا. سلطانة، ما رح أخذ كتير من وقتك. الريس خضر رح يوصل قريبا، بيكونوا بلشوا بالتجهيزات مشان حملة فتح تونس، وبعدين إيطاليا. شو حابب كون بالحملة يا تشالي جالي؟ حملة العجم أخذت وقت طويل وكانت كتير متعبة سمو الأمير، وكان واضح رح يصير هيك من البداية، ولهيك عينوا حضرتك وكيل على السلطنة العثمانية. وهلأ توجهنا على العالم المسيحي وغزونا لمناطقهم، بإذن الله رح يخليهم يخضعوا لدولتنا بوقت قصير، ورح تكون حضرتك قائد هالفتوحات.
حضرة الأمير، إجت السلطانة ناهد دوران. دخلها. سلطانة. عن إذنكم. إذا جاي مشان تطلب العفو لا تضيعي وقتك على الفاضي. يلي بوقف ضد السلطانة بيكون كمان واقف ضدي. بس أنا ماني ضد حدا يا سلطانة، وخاصة حضرتك. ما فيني، صار لي سنين وأنا جنبك، خدمتك من قلبي واحترمتك، وحضرتك شاركتيني بأسرارك وفتحتي لي قلبك، وأنا حافظت على كل أسرارك. أصلا ما فكرت للحظة بإني أحكي لحدا، عملت كل اللي بيطلع بإيدي مشان وشك يضل يضحك وتكوني مبسوطة دايما. صدقيني ما سويت هالشي لأنك سلطانة، بس لأني عن جد بحبك. وحضرتك صدقتيني وحبيتيني وقربتيني منك كصديقة إلك مو كجارية، لأني كنت صادقة معك يا سلطانة. ولو كان هالشي لهبة وكان مو حقيقي، من الأول كنتي حسيتي. شو بدك؟ بدي بس تفهميني يا سلطانة، لأنه قلبي مليان بالحب وعم ينبض بالعشق على طول، مثل ما قلبك عم ينبض بالحب. هل مكتوب إلك؟ مكتوب شو؟ إجا من مانيسا، من يحيى تشالي جالي. فيكي تمشي سلطانة. فكري بالشي اللي قلته. قال رحت انت والجاري وزرتوا أهلا. ايه صحيح، الأصول ما بتقول هيك بنوب، ما بصير. الجواري محلهم بالحرم ليك، ولا جارية مسمح لها تطلع. ما بصير تطلع من دون إذني. إذا هالقصة لهالدرجة زعجتك بوعدك، هالموضوع ما حيتكرر يا مصطفى. ما رح أسمح لحدا يخرب النظام الموجود بالحرم ليك، عم تسمعني؟ وهي الجارية إلها حقوقها مثلها مثل أي وحدة غيرها من المفضلات، وانفصلت عن الجواري كونها مفضلة، مو أكتر من هيك. وليش متضايقة كل هالقد؟ مصطفى، لأن وجود هاي الجارية هون مو مناسب أبداً. هي في عندها عيلة، يعني هاي ما رح حرة. شو بيعرفك ما يطلبوا منك إنك تتزوجها؟ أصلاً صار هالشي. توقعت هاد الشي هو اللي أنا كنت حاسبته وخايفة منه. لازم تمشيها من هون فوراً، بظن أخذت منها اللي بدك إياها. سلطانة أنا ما اصحك يا مصطفى، اصحك. تفكر تكتب الكتاب؟ سلالتنا ما بتسمح بهالشي أبدا، وأنا كمان. لا تكون عاطفي، لازم تحل هالمشكلة قبل ما يجي أبوك، فهمت؟ هيلانا لوين رحتوا؟ بالأول رحنا زرنا عيلتي، وسموه الأمير ما رفض لي هالطلب، وبعدين رحنا على السوق وجبت لكم هدول. يسلموا إيديك يا عزبتي. اسمعيني يا فاطمة، شو رأيكم نشوف؟ رجعي على أوضتك بلا ما تشوفك السلطانة هون. مو طايقة شوفوا وش لهالمرة هون يا جنان. أصحك تتغابي وتعملي شي لك، بس تولدي هالولد رح تصيري سلطانة. والله مو مطمنة. لأنه وقت إجت السلطانة هيام كانت السلطانة ناهد دوران عندها أمير، وشفتي شو صار. عم تقارني حالك بالسلطانة هيام؟
الأمير تاركك هون كونك حامل بابنه مو أكتر من هيك. جنان شو لك؟ لا تفكري إنه الأمير ميت بسواد عيونك. حطي عقلك براسك، اتركي الأمير يعيش مع مين ما بده يا فاطمة. هلا ما بدي وصيكي على شغلة، بس تروحي مرة تعمل ذكرى. يا سلطانة الشمس والقمر، أعدت الروح لعبدك المتواضع من خلال رسالتك. لو كان بإمكاني أن أتجرأ وأكتب لك عما يجري بقلبي هذه الأيام كنت كتبت عشرات الكتب. إنني أعيش في العتمة لأن القمر والشمس بعيدين عني، أيامي كلها ذهبت هدرا بالغربة، لكنني راض أن أحترق بالنار وأنتظر أن أراك مرة أخرى وأخذ أشعاري من يديك. إن سألت عن صحة أميرنا فهو بخير والحمد لله، لكن الحياة بالنسبة لي لا طعم لها ولا لون، لأن قلبي معك بنفس المكان يا سلطانة، قلبي وروحي باسطنبول. وين أمك؟ أنت شو عم تساوي هون؟ عطشانة. روح جيب لك مي؟ إيه.